السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم العافية جميعا. فيديو جديد اليوم عن حركة البيتكوين الأخيرة وإيش اللي احنا متوقعين فيه. حاليا البيتكوين تقريبا يعني ما سوى إلا حركة يعني موف أب ليتل بيت، أوكي، يعني ما في جديد طالما إن احنا ما زلنا داخل القناة اللي موجودة حاليا اللي احنا شايفينها هذه وقاعدين إن احنا ماشيين فيها، لأنه هذه القناة لو فضلت انتاكت وما تم كسرها، أوكي، للأسفل، فاحنا ما زلنا ممكن يكون في اعتقادنا إن احنا قاعدين نمثل اللي هي واحد، وتقريبا بنمثل هذا اثنين، وهذا كله اللي قاعد يصير تقريبا التصحيح حق واحد واثنين. طبعا ايش المشكلة اللي عندي الحين حاليا، انه هل البيتكوين انهى التصحيح هنا مثلا في الموجة هذه ام لا؟ فهذا انا اللي مشاكك فيه شوية، هل هذه فعلا يعني ما هي ما صايرة مثلا اي بي سي اوكي وبعدين هذه الاكس واي بي سي اوكي، فهل انهى التصحيح ولا راح يمشي كذا مثلا ويكمل وتصير هذه كلها سي وتوصل للمرحلة هذه؟ عموما احنا ما في جديد عندنا unless انه هذا القناة اوكي يتم كسره الى الاعلى ويغلق فوقها، على اساس اني انا اتاكد ان فعلا إن انا متجه للاهداف سواء كانت الويدج او لاهداف القناة، واتاكد انه فعلا هذه كانت موجة واحد واثنين. طبعا ما زلت انا افضل زي ما قلت انه اوكي ما هو ضروري حاليا، لكن افضل انه يكون في تقريبا عندي دايفيرجنز عشان يحقق لي ويأكد لي الصعود القوي جدا لاسباب كثيرة. اول سبب عندي ان النزول كان ضخم جدا واحنا مستمرين فيه تقريبا، لو هنيجي يعني ما ادري كم، يعني احنا صرنا تقريبا يعني ما حسبتها قبل كذا، بس يعني اذا نبغى نتكلم بنتكلم ان احنا صرنا تقريبا حوالي 41 او 40 بار تقريبا، نتكلم حوالي 40 دايز تقريبا، شهر وشويه واحنا نازلين. يعني حتى الموضوع يعني ما زلت انا بشوف ان سبورت 39600 هو بالنسبه لي التريجر اللي موجود، انه يعني في something رونج اوكي، وان احنا كسرنا السبورت المهم هذا بالنسبه لي. انا بشوف بعد الهبوط هذا القوي جدا اللي صار اللي بيستمر ما زال اكثر من حوالي شهر وشويه، اوكي لازم يعني لازم يتبعوا صعود، وصعود على الاقل يكون قوي جدا ويكون في مناطق فعلا حقيقيه. يعني احنا بنتكلم الوجه هذا كمان معطي لي تاكيد، المؤشرات الاوفر سولد معطيات لي تاكيد جدا، لكن ما انا يعني ما زال عندي شك انه ما حنكسر الان، لانه شمعة ديسمبر، unless شمعة ديسمبر تبغى تفاجئنا باشياء الله اعلم. زي ما قلت في جميع فيديوهاتي، حتى لو نسيت هذا الكلام كله مجرد رأي، انت في النهاية انا من اليوم ورايح، وبصراحة بعد كذا في اخر فيديو راح اتكلم على موضوع العملات ايضا، انا لا تاخذ برأيي انه هو صواب، خذ رأيي انه صواب وخطأ، وروح اسمع المحللين الاخرين، وانت الرأي اللي يعجبك في النهاية اتبعه، انا هحلله بشكل دوري الى ان يعني هنمشي خطوة بخطوة، وهذا هشوف هذا الافضل للفترة الجاية. عموما زي ما قلت انه انا بالنسبة لي كل ما سوى الدايفيرز كل ما يكون افضل، لذلك انا متوقع انه لازم يكون فيه هبوط نوعا ما قريب لي، لكن لو ما كسروا وكسر لفوق حفضل قلقان من موضوع الصعود هذا الى ان نصل لهدف الوجه وهدف الفيبوناتشي او هدف هذه الموجة، عشان نتأكد فعلا ان احنا هل نستكمل البرن. انا ما زلت مقتنع انه احنا ما دخلنا في بير ماركت، مو لاني انا بحلم او لاني انا شكل الشارت لا يدل على ذلك، وبالعكس يدل انه ما زال في صعود قوي الى مستويات عالية جدا. عموما احنا لو حسبنا على الفيبوناتشي من المنطقة هذه واعتبرنا انه هذا اللو اللي جابه تقريبا، اوكي لو اعتبرنا هذا اللو تقريبا المفروض نوصل تقريبا نواحي ال 62 لل 63000 يعني من 63 ل 62، في نفس الوقت الوجه بيهيئ انه احنا ممكن نوصل الى هذه المراحل تقريبا عند ال 61 62000، فاذا كلها متقاربة. طبعا الوجه ما اقدر احدد هدفه بالضبط الا لما اعرف مكان الكسر، فلو تخيلت انه مكان الكسر يعني على اساس يجيب نفس الهدف حق الفيبوناتشي، اذا الكسر لن يكون قبل يوم 26 ديسمبر. طبعا ليس معنى ذلك انه اول ما نكسر في 26 ديسمبر نحن نتوقع في 3 4 ايام، ولكن ممكن تصير اوكي عمليات تصحيحيه وهو طالع الى ان ينتهي الشهر، لان زي ما قلت شمعة شهر ديسمبر بالنسبه لي لو اخذتها انا افضل لي 1000 مره انها تسكر في مناطق في مناطق. لو جيت ابغى اشوف شمعة شهر ديسمبر بالنسبة لي، طبعا في المناطق هذه عند السبورت افضل لي 1000 مرة اوكي من انها تسكر فوق، واتوقع لسه انه شهر يناير يكون شهر برضو نفس الشيء سلبي. الشمعة الاسبوعية بصراحة ما هي يعني
الشمعة الإيجابية 100% unless إن الشمعة الأسبوعية الجاية لازم تطلع لفوق بشكل عالي، أو هذه ممكن تسكر إلى بكرة، بيقولوا إنه في يوم 19 بكرة انعكاس الفول مون يمكن أو شيء. أنا أبغى أبعد شوية عن موضوع التواريخ الزمنية، أنا حمشي على الشارت وعلى البرايس أكشن اللي قاعد يصير معايا. إلى الآن ما عملنا تيست إلى السبورت الكبير هذا كله، ولا أتوقع إن إحنا نكسر وننزل لمستويات الـ30 ومستويات الـ20 والكلام اللي بنسمعه هذا كله. هذا رأيي الخاص بصراحة، يعني أعتقد لو إنه نزل كل العالم هتشتري بما فيهم أنا، يعني أكيد أي أحد لو شاف البيتكوين على مستوى الـ18 والـ15 والـ30، فإحنا قاعدين نتكلم أكيد في مستويات شراء القاصي والداني راح يشتري في البيتكوين. هذا شيء. الشيء الثاني، لو أبغى أروح أتكلم مثلا، خلينا نروح نشوف الويب سايت الثاني، سوري الشارت الثاني. انا بشوف، ليش بشوف انه كمان انه ممكن متوسطات هنا نوعا ما تعبتني شوي، يعني قاعد اشوف كيف ممكن نخترقها ونوصل ل 53، وهل ممكن نتذبذب فوقها مثلا. اوكي ممكن، لانه هذا هدف القناة. اوكي، وتصير مثلا هذه واحد واثنين من ثلاثة اللي هتتأسس، اوكي اللي فوق هذا ممكن. طبعا هنا في عندي دعم، سوري مقاومة قوية جدا، هي عند مرحلة 60 61 ألف. فلذلك انا بشوف انه ممكن نشوف دب، الله اعلم، اذا كسرنا القناة الهابطة. هذا لازم نراقب السعر بشكل دقيق وبشكل قريب على اساس نشوف، وما اعتقد انه حيصير كسر الى الاسفل بشكل كبير، بالعكس يمكن هو الحدود حقتنا الماكسيمم 39600 اذا حصل الدايفرجنس. طبعا هنا ساعتها يكون في سيناريو اخر مختلف، ونشوف كيف الصعود ومن فين حتتشكل اول موجة للصعود القادم. فبس هذا سريعا بالنسبة للبيتكوين. كمان ممكن أقارن إنه ليش ممكن أنا متوقع إنه يكون في ديب كمان، لأنه شايف شوية مثلا زي عملات زي ديجو مثلا، وهذا أنا بتكلم عنه. يعني ديجو مثلا صعدت قبل صعود، يعني قبل المفروض إنها تصعد، أوكي، واصطدمت في كل المتوسطات. هل هذا الصعود هو انتظار إنها تكون في منطقة عالية شوية، أوكي، لأنه في أتوقع إنه ممكن يكون في صعود بكرة كمان، اوكي، وبعده هل تكون انها في منطقة عالية شوية عشان الدب القادم هذا اللي هيصير؟ الله اعلم بالتصحيح، لازم نراقب السعر العملات. هذا الشيء كمان ابى اتكلم عنه بخصوص جميع العملات اللي الناس دخلت معاي فيها، وهي يمكن عملات، يعني مثلا لو هنتكلم على ديجو، خلينا نحط بس على الديلي. alright، في ناس كثيرة طفشت من، يعني انا في عندي موضوع كذا سريع ابغى اقوله، انه معظم العملات اللي هتكلم عليها الحين هتوصل لاسعار دخولها. اسعار ديجو كانت ما بين 9 الى 10 دولار تقريبا، وانا ان شاء الله متوقع في الصعود القادم انها توصل لمرحله 9 و10 دولار. ارجو من الجميع اللي بيتابعني انه يبيعها تماما ويخرج منها تماما. هل لسبب اني انا فقدت الصبر والايمان فيها؟ لا والله، انا فقدت الصبر والايمان في الناس اللي قاعد بتلوم كل شويه، فهي هذا هو السبب. انا بعد ما توصل 9 و10 دولار اعتبر ان كاني ريست وكاني ما قلت، والحمد لله، لان هذه تعتبر فرصه رائعه جدا للجميع انه تخرج، يعني اوكي، واعتذر، يعني اوكي ممكن عطلتك شويه، اوكي، ولكن على الاقل حتوصل لراس مالك 9 و10 دولار. هذه كانت اماكن الدخول حقتنا، فانا شايفها ان شاء الله في الفتره القادمه هذه زي ما هي سوت هنا مثلا، ممكن تتذبذب في المنطقه هذه، فممكن توصل الى 9 و10 دولار ويا ترجع تهبط مره ثانيه. انا متخيله ممكن تصعد اكثر، لكن إيماني واعتقادي وهل احتفظ فيها ولا لا، هذا الشيء أصبح يخصني أنا. أنا بالنسبة لي أقول لك إنه زي ما قلت، أنا لم أفقد الأمل ولا الصبر في هذه العملات، لكن فقدت الأمل والصبر في الناس اللي هي مستنية الهدف. هذه الأشياء ممكن تقعد بالشهور، ممكن بالسنة، أنا أعرف مقدار الصبر عندي والرصيد حقه، فبالتالي أقدر أتعامل مع محفظتي، ولكن صعب أن أتعامل مع محفظة الناس. وأنا أوعدكم بعد كذا ما في توصيات لأي عملات ثانية، لأنه فعلا اكتشفت أنها ما هي سكتي ولا السكة اللي المفروض أمشي فيها. نيجي مثلا للعملة الثانية برضو نفس الشيء، XVG. أنا نزلت جدول في قناتي العامة على اساس ان الكل نفس الشيء. اكس في جي كانت، يعني في ناس اللي دخلت في جولاي دخلت على سنت و80 سنت وهذا، ولكن معدل الدخول الحقيقي كان ما بين 2.25 الى 2.5 تقريبا سنت في الحدود هذه، وانا بشوف ان هي حتوصل للمعدلات هذه في الفتره الجايه، سبيشالي اكس في جي لو طلع البيتكوين وحتى يبغى يصحح بعدها مره ثانيه. اكس في جي دائما بتسوي الحركه هذه، انها بتسبق البيتكوين قبل التصحيح على اساس انها تعطي نفسها مجال، لانه خلاص ما فيها تنزل اكثر من كذا، رغم اني بشوفها على اللونج تيرم انه تقريبا اكس في جي كملت تصحيح اللي هي الويف رقم 4، والله اعلم.
اوكي، ولكن ما ادري برضو نفس الشيء، انا قلتلكم انها ممكن توصل في ماي، توصل في هذا، فالافضل انك تبيعها كاملة لا تخلي منها ولا شيء، وانك انت تستثمر في عملات اخرى من اماكن اخرى او ناس موصينك ليها. فلذلك اكس في جي برضو في فرصة عظيمة انك تخرج براس مالك كامل، وممكن كمان فوق شوية ربح لو كملت هي للـ3 سنت والثلاثة وشوية، لانه هذا حدود القناة حقتها. لكن الافضل الشيء القريب اللي موجود راس مالك حيكون طالع منه، لانه كل اشترى في المكان هذا، وفي ناس اشترت اقل، لان انا اشتريت اقل من السعر هذا تقريبا سنت و80 وسنت و90. اوكي، ريف ايضا، بالنسبة للريف برغم اشارتها الايجابي وبرغم ايماني فيها على اللونج تيرم، الا ان انا بطلب من جميع الناس اللي دخلوا بناء على توصيتي او بناء على رايي فيها انها نفس الشيء راح توصل، لان كانت برضو اماكن دخولها كانت لما دخلنا في جولاي كانت على 2 سنت وسنت و90 في الحدود هذه تقريبا هنا في المناطق هذه، فهي الان اعلى اصلا من السعر، فهي ممكن توصل الحين الى سنت ونص، سنتين ونص انا اسف. اوكي، ما اعتقد انها توصل 3 بالسوري العاجل، ممكن الله اعلم، اذا كسرت المثلث فباد لاك فور يو، لكن انا بفضل انك انت، لانه ممكن برضو توصل هنا وترجع تتراجع مرة ثانية، ويا عالم ممكن تكسر المثلث تحت. فلذلك ارجو كل من دخل في ريف انه يخرج منها في المناطق هذه. اي جي ال دي كانت من الصفقات الناجحه الحمد لله. بس قبل اي جي ال دي خلينا نروح على سي اتش ار. سي اتش ار وصلت اوريدي، احنا مستوى شرانا كان تقريبا عند ال 12 سنت و13 سنت. اوكي، وصلت الى دولار ونص الان، اللي ما خرج منها هنا اوكي في عنده مجال انها توصل لل 80 و90 سنت، وبرضه لو بعت هنا اوكي وتخرج منها كاملة، او انك تتحمل مسؤولية استثمارك هذا كله اوكي، برضو ما زالت على ربح على الاقل ضعفين او 2x، وهي معلش جابت اكثر حتى من، لا اكثر من ضعفين، مش بنتكلم 50 60 سنت، بتتكلم حوالي 3 4 اضعاف، هي اوريدي جابت 10 اضعاف تقريبا دولار ونص. اوكي، فهذه نفس الشيء. في ار اي كذلك كان دخولنا من حوالي 2 سنت ونص الى 3 سنت، اوكي وصلت تقريبا ل 8 سنت الان، هي على اذا كنت داخل على 3 سنت فهي تقريبا على سعر دخولك بمربح قليل شوية. اوكي، ولكن في احتمال انها ترتفع كمان الى 4 4 ونص في الفترة الجاية هذه، ويمكن توصل ل 5، فممكن تبيعها كاملة او انك تحط ستوب لوس على سعر دخولك لان هي موجودة. وانسى انه ابو زياد كلمك عنها. نيجي نتكلم على ستراكس. ستراكس بليز everybody sell it، لانه ستراكس عملة انا نفسي قرفت منها، لكن مو معنى ذلك ان انا هبيعها، بس انا بقول لك انت بيعها. احنا كان استثماراتنا من جولاي على دولار ونص تقريبا في المناطق هذه، دولار ونص الى دولارين، فهي اوريدي قريبه منها، ممكن تضرب الدولارين في اي لحظه، استراكس في اي لحظه، حط الاوردر جاهز، اخرج منها تماما، شوف لك عمله اخرى افضل لك من انك انت تفضل مستمر فيها. فين ثاني؟ اي جي ال دي، اي ثينك اي جي ال دي، يس اي جي ال دي، انا خرجت من اي جي ال دي، وكنت نبهت الشباب وقلت ان انا خرجت من اي جي ال دي. اي جي ال دي اوريدي وصلت الى 500 دولار، واحنا شارينا تقريبا عند مراحل الثمانينات تقريبا. اوكي، يعني اوريدي عملت تقريبا 4 5 اكس. اوكي، والان هي على مستوى ال 200، وانا بعتها تقريبا على 300، لان انا اعتقد انها انتهت موجه. نفس الشيء ارجو انك تبيعها تماما. افاكس كذلك طلعت من تقريبا، احنا اشتريناها من 12 13 دولار، اي ثينك افاكس عملت يعني الى 145. يس، افاكس، افاكس عملت 145 تقريبا، طلعنا من هنا من المناطق هذه 12 13 14 دولار، ما اتذكر بالضبط لان انا خرجت منها من بدري. اوكي، فافاكس وصلت الى 145 والان على 113 114، ارجو انك تخرج منها تماما. اوكي خلاص، وتشوف عملات اخرى افضل لك، الا اذا كنت انت مقتنع فيها. انا بتكلم على العملات اللي انا تكلمت عنها على اساس انه بعد كذا لا اجمل، لانه ان شاء الله حتوصل كلها الى الاسعار الدخول في الفتره القريبه الجايه هذه. آخر عملة يمكن أبغى أتكلم عنها، ما أدري إيش كانت العملة الثانية، I cannot remember، بس هم هذول يمكن أكثر أقرب شيء حصل في ال أو إنه تكلمنا عنها، وأكثر شيء ناس بتشتكي هي ديجو وإكس في جي وريف. فارجع عشان لا يصير في ملامة، لأنه السعر حيجيب الآن، وما تزعل لأنه السوق حيكون لسه إذا هيكمل صعود فالسوق فيه خير. هذه اشتريناها على 50 سنت تقريبا، وصلت تقريبا لدولارين ونص. أوكي، يعني بتتكلم عملت حوالي برضو نفس الشيء 4 5 أضعاف. أوكي، الآن هي على تقريبا 85 سنت، أنت ربحان، وممكن توصل لدولار دولار و10 سنت. أوكي، فممكن تخرج منها في فترة الصعود الجاية هذه وتخلص منها، وبكذا تكون أنت إيش صافي مصفى من ناحية أبو زياد، وما عندك أي مشاكل معاه، وأنا
مجرد تيجي تشوف لي كذا تستمتع بفيديو حقي سريعا وما لك دخل بالعملات اللي انا هذا. هل انا هخرج او انا اتغير زي يعني، هل انا اتغير اعتقادي فيها واهدافي؟ انا ما اتغير اي شيء. انا بالنسبه لي اللي تغير زي ما قلت، انا لم افقد الامل ولا الصبر في العملات هذه، لكن انا فقدت شيء اخر، الامل والصبر في بعض الاشخاص، مو كلهم بالعكس، في ناس كثيره ما شاء الله كفو وعلى راسي من فوق، ولكن في بعض الاشخاص للاسف يعني ما يعني ما ما ما, ما ابغى اتكلم زياده في مكان يعني في فيديو عام، لكن انه فقدت الامل والصبر، ان انا كل شويه ايش صار فيها، ايش حصل فيها، فعشان كذا انا ما اعرف ايش هيصير فيها، ما اعرف كيف متى هتستمر مثلا الاكس في جي الى متى، ما اعرف ريف متى هتستمر. لكن انا مؤمن باهدافي، خليني انا مؤمن لوحدي وخلاص. سعر الدخول اول ما يوصل، وخاصه انه قريب جدا ان شاء الله من اسعارنا، فبالتالي تقدر تخرج منها وانت مرتاح وعندك راس مالك وعندك عملات اخرى مع التصحيح الجاي اللي حيجي لو جاء وكملنا صعود. اوكي، تقدر تحط في عملات اخرى انت مؤمن فيها وشايف انها ممكن تصعد بشكل كبير جدا، اكيد في محللين احسن مني وبيدرسوا مشاريع وهذا، تقدر تشوفها. وانا اعتذر مره ثانيه للموضوع هذا، بس هذا اخر تحديث لي سوري، هذا التحديث يعني بالنسبه للبيتكوين والعملات. وإذا حصل الكسر زي ما قلنا، احنا أهم شيء عندنا ان احنا نراقب العملات حقتنا، اوكي، وبالتالي على سوري نراقب القناة اللي احنا فيها هذه بالنسبة للبيتكوين، اوكي، وعلى أساسها نقدر نحدد إذا كنا هنصعد ولا لا في خلال الفترة القادمة هذه. لازم نشوف إذا كسرنا القناة هذه، إذا معناها أعتقد والله أعلم إن إحنا قاعدين نشكل باترن آخر، ساعتها ممكن يصير التحديث فيه بشكل أوضح، أوكي. ولكن أعتقد إنه شكله كذا والله أعلم إنه صاعد، ولكن لو صاعد من هنا كل اللي حيصبرني هو هدف الوجه فقط، أوكي، وبعدها من هناك حبدأ أحدث وأشوف كيف حركة البيتكوين هناك. لو سوى زي ما أنتم شايفين هذه بالطريقة، وهذه إحنا متفقين مع الشباب في الجروب، لو سوى موجات خمسة كذا أعتقد ممكن يكون صعود ساعتها فعلا إلى أهداف أعلى وأعلى، بس خلينا نشوف الحركة في الفترة القادمة وبعدين نقيس عليها. ويعطيكم العافية جميعا، وإن عجبك المحتوى ياريت لايك وشير وتسوي سبسكرايب لو أنت أول مرة تسمعني. وأرجو فعلا موضوع العملات والخروج على أسعار الدخول ياريت تخرج منها، وأنا هذا رجاء مني، أوكي. إذا أنت مش إذا أنت داخل فيه فعلا فقط بس على أساس إن أنا قلت لك إن أنا مقتنع في العملة هذه، أما إذا أنت دارس مشروعها ومؤمن فيه هذا موضوع آخر يخصك ولا أكثر ولا أقل. وكذا يا دار ما دخلك شر، صافي يا لبن زي ما يقولوا في قصدي، وخلوا بين المحبة والأخوة والمتابعة الجيدة من غير أي أحقاد ولا أي مشاكل أو أي كلام يعني خارج إطار الأدب والحوار لما بيصير أحيانا انتقاد لي. وشكرا لكم جميعا، ونراكم جميعا على خير في فيديو قريب ثاني بإذن الله.